اسمحوا لي ان اناقش كواليس ما يدور في هذه المحاكمه مع معالي السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجيه الفلسطيني للامم المتحده. مساء الخير على حضرتك سعاده السفير. كيف ترى الردود الاسرائيليه اليوم في محكمه العدل الدوليه، والى اي مدى مثول اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه يضر بسمعه اسرائيل وبهذه الادعاءات الكاذبه انها تدافع عن نفسها، ويضر بسمعه كل من يدعم إسرائيل إلى اليوم في حربها على غزة؟ القضية، مساء الخير لكم وللسيدات والسادة المتابعين. القضية ليست هي الضرر بسمعة. إسرائيل ترتكب جريمة، بمعنى إسرائيل الآن تمثل كمتهمة في جريمة، أبشع جريمة في التاريخ، وهي من تسمى أم الجرائم بشكل عام. لذلك أعتقد أنه مثول إسرائيل أمام هذه المحكمة هي محاولة من أجل التهرب من ما كان سيقع عليها لو لم تحضر. لذلك هي مثلت كي تقدم اكاذيب اضافيه كما تفضلتي الى المحكمه، وان تحاول ان تسيس المحكمه وتذهب باتجاه قضايا ليست من صلب عمل المحكمه، ولكن كالدفاع عن النفس واشياء اخرى لا علاقه لها بالقانون، وهذا ما شهدناه. لذلك كنا نقول بان المرافعه الاسرائيليه كانت ضعيفة، وكانت تفقد المصداقية وتفقد الوزن القانوني الذي كان يجب أن تجيب فيه على كل الأسئلة التي طرحتها المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا، وهي مرافعة محكمة بشكل متين وقوي وتتحمل كل الأبعاد القانونية، إن كانت لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أو لكل الأحداث التي تحصل في فلسطين على سياق العدوان لمدة الذي ضد الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما. صحيح. سعادة السفير، كيف يمكن أن تتخذ المحكمة الدولية مسارات لإجبار الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب في قطاع غزة؟ وهنا يمكن يتحدث العالم عن أنه صدر حكم ضد روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا ولم ينفذ. يعني أعتقد بأن الدول التي تدعم إسرائيل دول تدعي أنها تحترم القانون الدولي، وأنها استغربت ربما من أن روسيا لم تنفذ القرار الإجراءات والتدابير الاحترازية. الآن سنرى من هذه الدول، لأن هذه الدول عليها مسؤوليات كذلك، بأن تجبر إسرائيل بأن تقوم بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، ولا أصبحت هذه الدول كذلك يقع عليها فعل من أفعال الإبادة الجماعية وهو التواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة. وهناك دول كما نعلم جميعا متواطئة مباشرة، إن كان من خلال الفيتو الذي تضعه في مجلس الأمن، أو من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وبيع هذه الأسلحة وإرسال بارجات الطائرات إلى شرق المتوسط من أجل حماية إسرائيل. برأيك سعادة السفير، لماذا كانت الدفوع الإسرائيلية واهية وضعيفة إلى هذا الحد أمام ملف جنوب أفريقي يسجل كل شيء بالصوت والصورة، موثق من جميع المسؤولين في كل الجهات الأممية، لمحاولة جنوب أفريقية لإثبات جرم الإبادة الجماعية ضد الجانب الإسرائيلي، وإذا كانت إسرائيل لا تمتلك أدلة كافية للدفاع عن نفسها في هذا الصدد، لماذا مثلت اليوم أمام محكمة العدل الدولية؟ الإجابة في السؤال تماما، لأن إسرائيل بالفعل ترتكب هذه الجريمة، وأن إسرائيل ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه للعالم من دلائل. كانت تعتقد أنها تستطيع أن تبتز العالم بمجموعة من الكلمات كالدفاع عن النفس وأنه هم الضحايا الوحيدين في العالم، أن إسرائيل هي الضحية الوحيدة، وأن هذه الجريمة، أن هذه الاتفاقية أسست يعني من أجل ضحايا الهولوكوست فقط، لأن هناك فقط ضحية واحدة في العالم، لا يوجد ضحايا آخرين غير إسرائيل. وكيف بالإمكان أن تقدم دولة على هذه الضحية مثل هذه القضية؟ محاولة من ابتزاز المجتمع الدولي والقضاء بشكل أو بآخر، وهذا لم ينجح في واقع الأمر لرداءة المرافعة التي قدمتها إسرائيل. هل ممكن نشوف موقف من الدول الداعمة لهذا الكيان الصهيوني يتوجه إلى إجبار إسرائيل عن وقف هذا العدوان والحرب الجماعية في قطاع غزة؟ أعتقد أنه لا حل لديهم في حال ذهبت المحكمة باتجاه قبول الإجراءات الاحترازية التي قدمتها جنوب أفريقيا. إلى أي مدى حضرتك شايف أن هذا من الممكن أن يحدث بعد ما قدمته جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية؟ وهنا عايزين نسأل عن
شكل المحكمة، بنتكلم عن 15 قاضي، هل التصويت شكله بيكون عامل ازاي؟ ومدى تعرض هذه يعني المحكمة لضغوط دولية لاتخاذ قراراتها؟ نحن نراهن على مصداقية هذه المؤسسات، لأن القضية الفلسطينية هي اختبار لمصداقية هذه المؤسسات، أو ستفشل كل هذه المنظومة في حال ذهبت باتجاه أن تغير السوابق التي اعتمدتها هذه المحكمة مسبقا بشكل أو بآخر. لذلك من الهام جدا أن ننظر إلى أن المحكمة لها مصداقيتها، وهناك إخلاص لقواعد القانون الدولي كما جاء في القسم الذي يقسم كل قاضي قبل أن يأتي. القرارات في المحكمة تؤخذ بالأغلبية البسيطة، بمعنى أن نصف القضاء زائد واحد إذا قروا القضية تعتبر نافذة وتعتبر جاهزة للمضي قدما، ولا يمكن لقاضي أن يعترض فقط لغرض الاعتراض، يجب أن يوضح لماذا هو يعترض وأن يؤسس اعتراضه على أسس قانونية بالإمكان المناقشة فيها. صحيح أنه لا يوجد ما يسمى بالاستئناف في هذه المحكمة، ولكن سوف يكون هذا القرار هو علامة فارقة لهذا القاضي أو تلك القاضية بشكل عام. لا يريد أحد أن ينهي حياته بأنه ذهب باتجاه سيء. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.